بسم الله الرحمن الرحيم. مادة إدارة المنشآت المتخصصة بتتناول تطبيق علم الإدارة في 3 أنواع من المنشآت المتخصصة في تقديم الخدمة التعليمية والخدمة الفندقية والخدمة المتعلقة بالمحاكم. وتناولنا إدارة المحاكم، وسوف نتناول إدارة المنظمة التعليمية. من حيث مفهوم الإدارة في المنظمة التعليمية، العمل الإداري في المنظمات التعليمية مدخل أنظمة نحو سياسة فعالة لإدارة المنظمات التعليمية. أولاً، مفهوم الإدارة في المنظمات التعليمية هي مجموعة من العمليات المتداخلة التي تتكامل فيما بينها، سواء داخل المنظمات التعليمية أو بينها وبين بعضها، لتحقيق الأغراض المنشودة من عملية التربية. أهمية الإدارة في المنظمة التعليمية تتمثل في تحقيق أهداف المجتمع في ميدان التربية، وتحقيق التكامل والتفاعل بين المنظمات التعليمية والبيئة المحيطة، وهي تعتبر الأداة الأساسية لسير العمل التربوي داخل المنظمة التعليمية. هناك بعض الحقائق العلمية التي تؤكدها الإدارة المعاصرة في المنظمة التعليمية. نمرة 1، إن إدارة المنظمة التعليمية تتعامل مع الجماعة وليس الفرد. 2، إن الأغراض التربوية تمثل ضرورة لازمة لوجود إدارة المنظمة التعليمية. 3، إن بلوغ الأغراض يتطلب أن تستثمر إدارة المنظمة التعليمية مواردها البشرية والمادية أفضل استثمار ممكن، والقيام بالوظائف الإدارية المتعارف عليها. 4، إن هذه الوظائف من تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة ورقابة مترابطة ومتكاملة، فهي منظومة. 5، إن إدارة المنظمات التعليمية لا تهتم فقط بمشكلات التربوية الحالية، بل تمتد للمستقبل للتنبؤ بالأنماط التعليمية الملائمة لكافة المراحل. 6، إن إدارة المنظمات التعليمية تتأثر بالبيئة المحيطة وتؤثر فيها. إن إدارة المنظمات التعليمية هي عملية مستمرة. 8، إن العلاقات المتبادلة بين الأفراد والمهام الإدارية والقاعدة المنظمة للعمل تعتبر عوامل حاكمة للقيام الإدارة في المنظمة التعليمية. أنواع التنظيم في المنظمة التعليمية. هناك نوعان من التنظيم في المنظمة التعليمية: التنظيم التكنولوجي ويمثل البيئة المادية، والتنظيم الاجتماعي ويمثل البيئة الاجتماعية. وينقسم إلى قسمين: التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي. ولابد من وجود علاقة تفاعل وتكامل بين التنظيم التكنولوجي والتنظيم الاجتماعي، فهناك علاقة متبادلة بين التنظيم التكنولوجي والتنظيم الاجتماعي، حيث أن التنظيم الاجتماعي بيعمل على تشكيل وإعادة تشكيل التنظيم التكنولوجي حتى يمكن تقديم الخدمة التعليمية للمستفيدين بالجودة المطلوبة وبما يحقق الرضا. وبالمثل، فإن تغيير التنظيم التكنولوجي بيتطلب تعديل التنظيم الاجتماعي. العمل الإداري في المنظمات التعليمية بنعرفه بأنه محاولات مخططة وجادة تعمل على تحقيق أهداف معينة، وذلك من خلال الاستثمار الأفضل للموارد واتباع سياسات وبرامج واتخاذ قرارات في ظل بيئة معينة تفرض على الإدارة عدة قيود. من هذا المفهوم يمكن التعرف على عناصر العمل الإداري في المنظمة التعليمية، وهي الأهداف. الأهداف هي إنجازات تسعى إدارة المنظمة التعليمية إلى تحقيقها، وهي أساس رسم السياسات والبرامج والقرارات ومعيار للمتابعة وتقييم الأداء. الموارد هي الأدوات التي تعتمد عليها إدارة المنظمة التعليمية لتحقيق أهدافها، تشمل موارد بشرية والمادية والمالية والمعلومات والمناهج العلمية. السياسات هي المرشد والموجه للأعمال التنفيذية واتخاذ القرارات بما يناسب ظروف المنظمات التعليمية ويساعد على تحقيق أهدافها. البرامج هي العمل الإداري الذي ينسق بين النظم الفرعية للمنظمات التعليمية ويوجه جهودها ويعمل على تكاملها لتحقيق الأهداف المرجوة. أما القيود فهي مجموعة الظروف والموارد والإمكانيات التي تتعامل معها إدارة المنظمة التعليمية
ولا تستطيع التحكم فيها أو السيطرة عليها، مثل الكود السياسية والقانونية والاقتصادية والتكنولوجية، ويتنبع جميعها من بيئة إدارة المنظمة التعليمية. وظائف العمل الإداري في المنظمة التعليمية: بيؤدي العمل الإداري بعناصره السابقة نوعين من الوظائف، وظائف متخصصة ووظائف إدارية. الوظائف المتخصصة هي وظائف تتعلق بطبيعة المنظمات التعليمية، وتشمل وظائف تعليمية ووظائف بحثية ووظائف خدمية للمجتمع المحلي. أما الوظائف الإدارية هي تمارس بشكل مستمر بشكل تتابعي متتالي، أي أن الوظيفة اللاحقة تعتمد على الوظيفة السابقة، مثل التخطيط والتنظيم والإشراف والاتصال إلى آخره من وظائف درب. ثالثا، مدخل الأنظمة في إدارة المنظمات التعليمية: بتناول كيفية تطبيق مدخل الأنظمة في إدارة المنظمات التعليمية. مدخل الأنظمة هناك عدة عناصر، أو بيتكون من عدة عناصر: المدخلات، العمليات، المخرجات، التغذية العكسية. المدخلات وتشمل الموجهات الفكرية وأهداف إدارة المنظمات التعليمية، والعنصر البشري، والعناصر المادية والتكنولوجية والمعلومات. أما العمليات فتتمثل في التخطيط والتنظيم والإشراف والرقابة والتوجيه. ناتج العمليات بيكون المخرجات في صورة خطط للتطوير وعناصر بشرية متميزة وطلبة متقدمون واستخدام فعال لجميع الموارد. بنقفل الدايرة ديت بالتغذية العكسية، اللي هي عملية الإيه؟ التقييم للمخرجات. تشغيلها مرة أخرى من خلال المدخلات. على هذا الأساس، لو عرفنا المدخلات إنها تتمثل فيما يحصل عليه أو يحتاجه النظام من الهيئة المحيطة به، بالإضافة للمؤثرات التي تساعد على ديناميكية النظام، وتتكون المدخلات دي من الموجهات الفكرية ومن أهداف إدارة المنظمات التعليمية. العنصر البشري والعناصر المادية والتكنولوجية والمعلومات. العمليات هي مجموعة عمليات تجرى فيها تفاعلات وعلاقات متبادلة بين جميع المدخلات السابقة، وتتمثل العمليات دي كما سبق القول في التخطيط والتنظيم والإشراف والرقابة والتمويل. المخرجات هي الشكل النهائي للمدخلات بعد مرورها بالعمليات، ويمكن اعتبار المخرجات هي الهدف العام من نظام إدارة المنظمة التعليمية. أمثلة لبعض المخرجات اللي هي خطط التطوير للمنظمة التعليمية، عناصر بشرية قادرة على النمو الذاتي والتنمية المهنية المستمرة، طلبة مكتسبون عادات وقيم واتجاهات إيجابية، استخدام فعال لجميع الموارد المادية والبشرية في المنظمة التعليمية والبيئة المحيطة. آخر عنصر في نظام المنظمة التعليمية هو التغذية العكسية. بتمثل التغذية العكسية النظام وانضباط العمل، انتظام وانضباط العمل بالنظام في إدارة المنظمة التعليمية، وتفاعلها وتكيفها مع متغيرات البيئة المحيطة. بتقوم التغذية العكسية المرتدة ديت على جانبين أساسيين: جمع المعلومات المتعلقة بكل عمليات النظام ومخرجاتها الفعلية ومدى مناسبتها للأهداف المنشودة، وقدرة النظام على التفاعل والاستيعاب لمكونات البيئة ومدى القبول والرضا العام من قبل البيئة المحيطة، تحويل المعلومات دي إلى مدخلات جديدة للنظام، مما يفيد في المحافظة على الاستقرار في إدارة المنظمة التعليمية، وتصحيح مسار التنفيذ وتحقيق الأهداف المرغوبة بكفاءة وفعالية بأقل تكلفة. رابعا، نحو سياسة فعالة لإدارة المنظمات التعليمية. الفكر الإداري المعاصر هو المصدر الأساسي لإدارة المنظمة التعليمية، ونظرا لأهمية الأخذ بأبعاد التغيير الواجب إدخاله على إدارة هذه المنظمات،
فإنه يمكن تحديد سياسة إدارية منظمات تعليمية بتقوم على عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو المبادئ الأساسية لإدارة المنظمة التعليمية، وده بيتمثل في توجيه كل الطاقات البشرية والمادية لتحقيق معدلات نمو مستمرة ومتزايدة للعائد من التعليم. أيضا الهدف الرئيسي لإدارة المنظمات التعليمية هو التفوق والتميز، إن إدارة المنظمات التعليمية تعمل على إحداث التغيير المخطط، الاتجاه نحو المزيد من اللامركزية والديمقراطية، العمل بمبدأ القيادة بالمشاركة، الاعتماد على الرقابة الذاتية وتطبيق معايير واضحة لمتابعة وتقييم الأداء. العنصر الثاني اللازم لتنفيذ تلك المعايير هي الإجراءات المصاحبة للمبادئ لوضعها موضع التنفيذ، تتمثل في اختيار القيادات التربوية والتجديد في الفكر الإداري التربوي والتنمية المستمرة للعنصر البشري وتطوير البنية التنظيمية وتقييم الأداء. بهذه السياسة الفعالة من المنتظر الوصول إلى نمط إداري متميز ويستوعب التطوير وتحديات البيئة بجميع عناصرها، وخاصة التكنولوجية والقدرة على تحديد الأهداف وصياغتها بشكل نتائج متوقعة يمكن قياسها، وكذلك إحداث التغيير الملائم في الوقت المناسب. المبحث الثاني بعنوان تكنولوجيا التعليم هنتكلم فيه على نقطتين: دور البحوث في تطوير التعليم والاتجاهات الحديثة في استخدام الوسائل التعليمية. بداية بنتعرف على دور البحوث في تطوير التعليم. المقصود بتكنولوجيا التعليم هي فن تطبيق المعرفة في المؤسسة التعليمية سواء كانت مدارس أو جامعات أو معاهد، وذلك بالاستعانة العلمية في كافة المجالات. من الأسباب الداعية لاستخدام تكنولوجيا التعليم الاهتمام بالبحوث العلمية بغرض التطوير، أيضا إن الإصلاحات التعليمية التي حدثت في الماضي القريب وإن كانت ناجحة بعض الشيء من حيث استيعاب أعداد كبيرة من التلاميذ وزيادة عدد المعلمين الخريجين، إلا إنها لم تكن متناسبة مع الزيادة في عدد التلاميذ المقبولين. أيضا من الأسباب إن الدراسة التي قامت بها هيئة اليونسكو على 148 دولة أثبتت إن المفقود في التعليم موجود في صور كتيرة، منها الرسوب المتكرر والتخلف الدراسي. من الأسباب أيضا قبول فكرة التغيير العميق في مسؤوليات المعلم ومسؤوليات المتعلم. ثانيا الاتجاهات الحديثة في استخدام الوسائل التعليمية. عندنا مجموعة من العوامل ساعدت على ظهور الاتجاهات الحديثة، من هذه العوامل التطور في بحوث السلوك الإنساني، النمو السريع في العلوم الحديثة والتكنولوجيا التي صاحبتها، التطور في فلسفة التربية وارتباطها الوثيق بالنظريات الاقتصادية والاجتماعية والحركات الاستقلالية والثورات التحريرية، ظهور الدول النامية. النقطة الثانية بتكلمنا عن أهم مجالات الاتجاهات الحديثة في استخدام الوسائل التعليمية، كانت في مجال التخطيط لاستخدام الوسائل التعليمية، إنتاج الوسائل التعليمية، كيفية استخدام الوسائل التعليمية. تناولنا مجال التخطيط لاستخدام الوسائل التعليمية، نجد أن الاتجاه الحديث في التخطيط لاستخدام الوسائل التعليمية يؤكد على وجود مشكلة تعليمية ويحددها تحديد دقيق بقدر الإمكان، مستعينا بذلك في بالإجابة على عدة تساؤلات: هل هذه المشكلة ملحة حرجة وتستحق الأولوية في الإنفاق؟ كم عدد الطلاب أو المدرسين الذين ستخدمهم هذه الوسيلة؟ ما هي الخدمة التي ستؤديها؟ كيف ينظم برنامج الوسائل التعليمية بحيث يقابل كل المتطلبات؟ هل يمكن أن تحل المشكلة دفعة واحدة بمشروع واحد على مدى قصير؟ هذه الأسئلة وغيرها تدعونا إلى التخطيط لمستقبل التعليم ودوره في النهوض بالمجتمع، خاصة في الدول النامية. فهناك انفجار هائل في عدد الطلاب، حاجة كبيرة لمزيد من المدرسين، الحاجة لكثير من المدارس، ما يتطلب معه تخطيط أكثر إحكاماً. المجال الثاني مجال إنتاج الوسائل التعليمية.
يمكن أن نقسم إنتاج الوسائل التعليمية إلى ما يلي: إنتاج البرامج المذاعة بالتلفزيون أو بالراديو، إنتاج الخرائط أو اللوحات بأنواعها والنماذج، إنتاج الرسوم الخطية التي يرسمها المعلم، اللوحة. المجال الثالث هو المجال المتعلق بكيفية استخدام الوسائل التعليمية. فمع وجود التكنولوجيا في عصرنا هذا، أصبح استخدام الوسائل التعليمية ليس مجرد إدارة أحد الأجهزة في وجود حشد من الطلاب، بل هناك فالتطور الفكري وضع حدود فاصلة لثلاث جوانب: هي العلم، أي المعرفة الموضوعية القابلة للإثبات، التكنولوجيا تطبيق المعرفة للحصول على المكاسب، التشغيل اللي هي عملية التطبيق الميداني في صورة هندسة الجهاز. وبالتالي أصبح التعليمية تتعلق بكيفية الحصول على المكاسب من هذا الجهاز. فأصبحت وظيفة الوسائل التعليمية هي تعليم الطالب كيفية الاكتشاف والتعلم الذاتي. أيضا لم تعد عناية العلماء موجهة نحو تعليم الطلاب كيف تعمل محطة توليد الكهرباء أو كيف يحسب الطالب الفايدة المركبة، بل أصبح الاهتمام بمحتوى المادة العلمية، فأي مادة علمية يوجدها الطلاب اليوم ستصبح قديمة. وأهم ما في الموضوع هو الاكتشاف، فلا يجب أن نعلم تلاميذ هذه العلاقات وتلك القوانين، ولكن يجب أن تتاح لهم فرصة اكتشافها حتى يستبدلوا فرصة الكشف بعيوب الحفظ والتعليم الإملائي. كما أصبح التركيز على فكرة القدرات والاستعدادات وما يتصل بذلك من معامل ذكاء متوسط التحصيل للفصول الدراسية وغيرها.